الحين بنشوف الجراند فاينل ان شاء الله نفس الوينرز فاينل، بس هذه المره الموضوع صار اصعب على هشام، يحتاج انه يفوز تو سيتس. بدينا الجراند فاينل، توكي ضد هشام، هشام راجع له من اللوزرز. بس نقول ان شاء الله ان هشام من النوع اللي كل ما لعب اكثر تحسن لعبه، للاسف احنا العكس، كل ما لعبنا اكثر يسوء لعبنا. بدايه موفقه لتوكي. والحين معانا فرق بالتعليق، هارد لك. مين قاعدين نسب؟ ما حد؟ كيف ما حد؟ في هشام وتوكي. اوكي قاعدين نسب توكي. اوكي توكي معفن، لعبه رخيص. كيف الماتش ضد هشام؟ واضح انه معفن لان ما في احد قاعد كان يناظر الماتش. تدري انه قبل دقيقة كان في 16 واحد؟ اتحداك. والله. والله اكره ديدي كونغ يا اخي، يسوي بريشر عالي مره. يس انديد، رجوله عليها ديس جوينت يعني، ولا السيف يا حبيبي. سريع يعني، قاعد تفكر هو قاعد يركض بيمسك ولا هو قاعد يركض بيسوي بلوك؟ ما يقدر يسوي اللي يبغاه. ما يمديني افكر الا هو خلاص ماسكني ومسوي فيني فيلم. والثروز حقته كلها فيها كونفيرمز. مع اني عادة انا اللي اخذ الستك الاول اغلب يعني مبارياتي مع هشام، مبارياته خمس جولات ستة. خمسة منهم انا اخذ الستك الاول وخسرت فيهم. عاد كذا مرة جكس يعلق على هذا الشيء، يقول انك بداية يعني تلعب كويس بعدين تخبط. يدخل سوبر سايان مود. ما شاء الله. ما اقدر اقول، بس انا بس قاعد افكر انحاش، انا مو قاعد افكر اسوي موهوك ولا اني اقعد اسوي دوج عشان اضرب، لا انا بفكر كيف اعيش، ابغى اوخر بس. ما اقدر اتنفس. هو عنده الميزه الاساسيه المايند جيم حقه سريع. يعني بغض النظر عن ديب ولا لا. تغلط غلطه واحده يضربك 40. هو مستعد دائما. هذا ديدي يعني ضد مارث، لما تغلط اعطيك جاب واب اير ولا تولت يسوي سبيسنج اللي تبغاه، 15 دمج او جراب داون جراب مع ضربه، هذه 15 دمج 26. هذه الكونفيرمد عند مارث. هذا طبعا اذا سويت الجراب الصعب حق مارث ولا سويت شيء. ديدي كونفيرم جراب سيء مرة وداون تولت الى سماشات و لا بيرز. خذ ليلات. انا انصحك بليلات. هي لا هي كويسه على ديدي كونغ بالذات، اللي رجعتهم فيرتيكال مره زي ديدي. ايه يا يتعذب كينج ديدي يتعذب، راسه يصقع كل مرة من طرف الستيج. ماريو ولويجي بسهولة يدخلون تحت الستيج ويموتون، خصوصا هيميل. بداية موفقة جدا لهشام.
المشكله اني العب ضد عبد الملك يلعب دي دي ومع كذا عجزت اجيب التايمينج حق النطه. لا لا عبد الملك سبارينج بارتنر سيء ظهرني يخربني مو بيحسن اي التايمينج حقه عجيب. لا تلعب ضده او لا تعتمد على لعبك ضده لاني ادري ان دي دي جايب بالسايد بي إيه؟ واجهز التلت وانضرب فيها. تدري من اللي يسوي تلايز التايمينج كاركترات كلها؟ جوكس احسن سبارك بارتر. جوكس كذا تجي فتره يطفى مخه يجلدني يجلدني ياخذ ستوك وطاقتي 100 بعدين خلاص. توني بغيت اقول لك العب ضده زين يلعب معك زين خبط ما يهتم. لا اشوى نايس نايس خفت انها ما تذبح. يا باكمان خفيف مره. لا مره حسب يميل انها ثقيل. عندي التشارج الحين اطلع لك هو من اي فئه. نايس نايس شكله الجيم الهشام ان شاء الله. لا ميدل ويت اوه بالوسط ديدي اخف. اي هي ديدي يعني باستثناء الناس الهيفي ويت تقدر تقيس ويت من السرعه. انا بديت اشك بالتشارت يقول مارث يقول باكمان اثقل من مارث. طيب مارث خفيف ما شفت كم مره سوالي ثرو في الجيم في الايام اللي فاتت. ثرو حقه قوي. ايه ما طلعني ولا مره. اه طاقتي 150 كانت توصل. يمكن قد دي اي لازم اتعلم اسوي الدي اي هذا. أي. اللي يطلعني من الاب سماش حق دي دي. صعب. نايس والله الماتش اللي تو قريب وهذا على تو ستوك شكله في كمباك. فاينل ديستنيشن مرحله البروجكتايلز. الله يستر ديدي احتمال كبير يتعب. المشكلة ان الحل بهالحالات انك تخلي الماتش كلوز كومبات. لكن ما شاء الله على توكي يعني متجهز للحالة. كلوز كومبات فور ذا نوز. لا العكس رينز كومبات فور ذا نوز. بغيت اقول انت تلعب مارث انت ما عندك الا كلوز كومبات. مش ممكن كل هالبروجكتايلز واخرتها يقدر يطلع من اي كلوز كومبات تسوي تحطه فيه. لا لا نيوترال اير حقته قويه مره سريعه. وغير كذا الابي ايش مكان الكومبو يطلع منه بالابي. الابي نحشه وتضرب وتطق وتضرب مينيمال دمج لكن وتصير ما تقدر تلحقه هوريزنتري لازم تنط ياخذ وقت. هذا الوقت امداه شحن الفاكهه وجهز هايد رنت وقعد استناك وهذا اللي يصير كل مره. انت تحسبوني نكت يوم قلت صارت موزتي. ايه لان قبل شوي كنا نقول انه يعني صارت لعبه ابو توكي فاحنا نحسبك تعلق على تعليقنا. اه لا 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 فاتك يعني لو تشوف يعني تمشى فوق الموزه وعادي يعني ما صار شيء. لا لا انا نطيت سويت لها قراب وحطيتها عشان ما يجي عشان اسوي نورمال جيت اب وما يجيني. اوكي اصلا معظم الدبج اللي يجيني لما اجي بروح امسك الموز انا ماسكه معي اني اشي اخذ الموز عشان امسك اللعبه ويدبجني. المشكله اذا قام اخذ هذه بشكل سيف توكي يستناه بقراب واذا حاول ياخذها يسك الاج ويرقى هذا التراب يكمل عليه توكي دائما. نايس بعدين عندي عقدة مع اللي يقومون نورمال جيت هابز ماني عارف شلون اصيدهم.
شكله ان شاء الله جيم الهشام. الله نشوف شكله يود يسوي ريست. نايس نايس. ترى وراكم فاينالات لا تسوون ريست. عاد ما احس انتوك يعني خاف باللعب. واو دايما شفت خلفية فاينل ديستنيشن اتذكر فانسي 9. ايه لما تروح الالفرت ويورونك كيف ان الكوكبين بيصيرون كوكب واحد وتيرا اشبه لها مرة. لان تيرا كان احمر والارض كان ازرق. ايوه يمدحون ليلات. بس لازم اغير باكمان عشان يروح ليلات لان حتى باكمان بياخذ مالي. اوه اوه باد موف. حماس. ايه جو ليلات شنب. واضح ان عندك فكر استراتيجي. Can I hear one for Laylat? No! يلا توكي دارك تنتحر. المشكلة ان الريكفري حقه يعني بكل الجهات صعب جدا انه ينتحر. اللي تو ما له دخل بالماب. لا لا لا, لا قصدي باوزر مو قصدي جديد. باوزر لا باوزر صعب ينتحر. ايه بالعكس ركبر ديدي حساس. يعني جيك ماب كذا يتحرك. واو لا ما نبغى نعلق على كلام تركي. لا لا انا واو على الموزة. لو بقول واو كل مرة يقول تركي شيء يعني بتعب. ما شفت الباور رانكينج حق الامارات الا حاطين الكود حق كل واحد فوق الرانكينج حقه. شفت شو الكود حق سعود؟ لا واو. وات انها تؤلم. ايش طبعا من يوم ما بدا الفاينل هذا وحنا جينا نعلق طاح وكل مشوا كل المشاهدين مره شيء عجيب. تعذرهم ها اقول تلومهم. اه وين مباراتي انا وهشام بس خذ في وجهك شاورما. متى تتوقع الشخصية كورين؟ يمكن اتوقع باوزر ما له امل بستيج زي كذا. نايس يو ار سينج. كنت اقول لك باوزر ما له امل بستيج زي كذا. حسب قاعد تهاي طب باوزر انت. لا انا كنت بهاي طب باوزر. اصبر بس اني مش بسكت. اكيد بقول نايرو خلاص صار المين تقريبا. فزيرو ساقا ما لعب الا باوزر تقريبا يعني. وين وصل؟ ما ادري يمكن من شاله ليو ما اذكر براكت. انا ما شفت مباريات ليو يعني اصلا. وما شفتك انا ما اشوف اي مباراه فيها شيك. لا اكره اشوف مبارياته واكره العب ضده. توكي قاعد يحاول يعتمد على التشانس مره يسمونها هارد ريدز. تشانس كذا تخليها مره بايخه زي كذا تشانس. Give him some credit. He's not even trying. يروح الهارد ريد والريد حقها معفن كذا تقول. ما في احنا نلعب فايتنج جيمز احنا ما في تشانس غير التسعه حقت جيم اند واتش والمس فاير حقت لويجي. والديمنشنال تب هذه قمة السكيل. هي لا لا قصدي جود جيم.
باوزر فاز. انا بروح العب باوزر.